الآن نعلن أن شمال قطاع غزة، محافظة الشمال بشكل كامل، قد خرجت عن الخدمة كمقدمين خدمة إنسانية، الدفاع المدني، الخدمات الطبية، وأيضا مستشفى الأندونيسي الآن محاصر بشكل كامل، مستشفى العودة أيضا محاصر بشكل كامل، ومستشفى كمال عدوان بشكل كامل. يبقى التساؤل الذي دائما نطرحه على العالم الحر والعالم الإنساني: ماذا سيحل بالمواطنين المتواجدين الآن في شمال قطاع غزة؟